توزيعات العيد المرة دي مختلفة. قررت المرة دي ان انا اعمل توزيعات للعيد، وتقريبا دي اول مرة اعملها، وقررت اعملها مع الاطفال اللي موجودين مع احمد في الحضانة، وخليه يوزعها بنفسه على اصحابه في الكلاس وكمان التيتشرز بتوعه في نفس الكلاس. جبت التوفي وسويتس كده، مش عارفة اسمها ايه بصراحة، بس لطيفة قوي وطرية جدا كده، وبصراحة دقت واحدة بعد ما خلصت وطعمها كان تحفة جدا. وطبعا نجم التوزيعات هو الأزرف الملونة الجميلة دي. وكمان مش هكتفي بكده خالص، حبيت ازود عادية بسيطة في الظرف زي ما انتم شايفين كده، شكل الفلوس وهي جديد حلو قوي قوي قوي، وقلت اكيد هتبسط الولاد وكمان هتبسط التيتشرز اللي موجودين في الكلاس. بدأت احط العادية الاول ومعها السويتس. بصراحة في الاول حطيت قطعتين في كل ظرف، ما كنتش عارفة اذا كان هيكفي معايا ولا لا، وبعدين قلت بس تمام الكمية كويسة، رجعت حطيت 3 في الظرف. وانا بقفل الظرف وقلت بقى لازم اقفله بستيكر، والصراحة كان شكله كيوت كده، كان عندي من فترة. بصراحة التوزيعات شكلها حلو جدا 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 بعد ما خلصت، وده شكلها النهائي. بصراحة الستيكر ما كانش لازقه حلو قوي، بس الشكل كان عجبني قوي، وقعدت اضغط عليها كده لحد لما اتقفلت تمام. بصراحة ما كنتش متوقعة ابدا ان في الحضانة هيحبوها، سواء الاطفال او التيتشرز، وهم بصراحة بلغوني الفيدباك دوت ان هي عجبتهم. وبس كده يا جماعة، فرحوا الاطفال وكمان الكبار بالعادية، وكل سنة وانتم طيبين.